بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني ويشرفني أن أتقدم أولا بالشكر الجزيل للسيد مدير دار الثقافة والفنون عمر الصديق المنجيجي الذي أشرف على تنظيم هذه الندوة والمحاضرة في إطار إحياء شهر التراث. والشكر موصول كذلك لجميع من ساهم في إعداد هذا المحفل العلمي الكريم، كل باسمه وصفته ومقامه لهم منا جميع الشكر والنظر. أولا، إذا كان التراث بشقيه المادي واللامادي لما يحمله من معاني متنوعة يدل في الغالب على كل ما خلفه السلف للخلف من آثار دينية وعلمية وفنية وأدبية، سواء كانت ملموسة أي كل الأشياء الحسية المادية من مثل الكتب والآثار الأخرى وما إليها، أم كانت معنوية مثل السلوكيات والتقاليد والأعراف والعادات الحضارية المولودة جيلا عن جيل، مما يعتبر قيم بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه. وعلى هذا الأساس نعالج موضوع جيل جدًا المتبقي من التراث الجغرافي العربي متمكنا في مخلفات جهابذة الجغرافيا العرب في العصر الإسلامي الوسط عبر مختلف المراحل التاريخية. فما هي إذن هذه الكتب الجغرافية العربية وهذه النصوص التي ذكرت فيها جيجل أو أشارت إليها إشارات عابرة، وما هي الفائدة والطرفة من وراء ذلك كله؟ أولا، يذكر اليعقوبي وهو جغرافي كبير في القرن الثالث هجري التاسع الميلادي في كتابه البلدان خلال حديثه عن مدينة ميلا وسواحل البحر تقرب من هذه المدينة ولها مرسى يقال لها جيجل. إذن وهو يعني أن مرسى جيجل كان تابعا لحصن بالقرب من ميلا، يحكمه رجل من بني سليم يقال له موسى بن العباس بن عبد الصمد من موالي الدولة الأغلبية والتابعين لها. إذن ليعقوب هذا في القرن الثالث هجري التاسع الميلادي يذكر مدينة جيجل على أنها كانت تابعة لمدينة ميلا، بمعنى أنها لم تكن عاصمة دولة أو مركز حضاري كبير، إذن كانت تابعة جغرافيا وإقليميا لمدينة ميلا على الأقل في فترة الدولة الأغلبية. ونحن نعرف أن الدولة الأغلبية حكمت من 184 إلى 296 للهجرة، 809 ميلادي، وكانت عاصمتها في تونس. إذن خلال القرن الثالث هجري التاسع ميلادي، ربما هو من أقدم النصوص التي ذكرت جيجل في التراث الجغرافي العربي. ولكن إذا رجعنا إلى المراحل السابقة نجد ذكر لجيجل في الكتب، ربما بعض الكتب اللاتينية التي ذكرت عارضا أثناء ربما بعد أثناء الاحتلال الروماني أو ربما أثناء الاحتلال البيزنطي. عندنا أيضا في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي يذكرها الجغرافي أبو القاسم ابن حلقر المصيري، هو من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي في كتابه سورة الأرض في معرض حديثه عن مدينة بورد. يعني في البداية ليعقوب يذكرها في معرض حديثه عن ميلا، ما ذكرهاش يعني باختصار كأنها مدينة جيجل، وإنما أثناء حديثه عن مدينة ميلا التي كانت لها مكانة كبيرة في الدولة الأغلبية يزيد يذكرها في سورة الأرض ابن حوكل على أنها تلعب بنى العنب. واش يقول في كتابه سورة الأرض؟ جيجل وبينه وبين الجزائر بني مزغنة، اللي هي مدينة الجزائر، مراسي يعني بين عنابة والجزائر، وبها مراسي، فمنها جيجل مرسى ومنه إلى بجاية مرسى، يعني ذكرها عارضا في معرض حديثه عن مدينة بنى. وفي المرحلة الزمنية ذاتها يخبرنا شمس الدين أبو عبد الله المقدسي، أي حتى المقدسي، في كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، قصر الإفريقي، ركب القسطنطينية، ميلا، جيجل، وتبريد، وسطيف، وإكجا. إذن المرحلة هذه تاع ابن حوكل النصيبي ربما هي المرحلة الفاطمية أو المرحلة الشيعية التي ربما لما يذكر سطيف ويذكر إكجان هي بن عزيز الحالية، يذكر جيجل على أنها ربما كانت مركز فاطمي تابع للدولة الفاطمية، أو نقولوا المرحلة الأولى تاع الدعوة الشيعية. لما يجيو يشوفوا مثلا ربما القاضي النعمان في كتابه افتتاح الدعوة يتكلم على جيجل، يتكلم ربما على جيجل أنها كانت تابعة إلى الدعوة الشيعية. أبو عبد الله الشيعي قام بتأسيس أو إنشاء مركز إكجان في بن عزيز، جملة أيضا ربما من جملة إلى جيجل، هذه المنطقة كامل كانت تابعة إلى
الدولة الفاطمية عادة في مرحلة الدعوة. لماذا؟ لأن أفضل الله الشيعي نعرفوا لما كان بالدعوة دياله سنة 296 كان بالقضاء ربما على الدولة الرسطومية، ثم قام بالقضاء على الدولة الإنجليزية، ثم ذهب إلى بني مضرار باستجلاب مصر في المغرب الأقصى لاستخراج أو ربما عبيد الله كان مسجون في سجن مصر في دولة بني مضرار، فقام بتقويض هذه الدويلات الموجودة من الرسطومية إلى الإدريسية إلى دولة بني مضرار بسجن مصر، وأخرج عبيد الله من السجن وأعلن الدعوة وقيام الدولة الفاطمية التي تسجل في هذه المرحلة ذكرت على أنها مركز من مراكز الشيعة. على ربما لو رجعنا إلى المصادر تاع الشيعة قلنا من شهر ربما القاضي النعمان في كتابه افتتاح الدعوة يذكر هذه المرحلة بحب يرجع عليه بشكل مفصل. إذن كنا نذكرها للمقدسي هنا في هذه المرحلة على أنها ربما كانت تابعة إلى المراكز الفاطمية. ثم يشير أبو عبيد الله البكري من جغرافيا القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي إلى جيجل فيقول: ثم تسير من مدينة ميلا إلى مرسى الزيتون وهو جبل جيجل، وجيجل هو جبل الرحمن. ثم مرسى جيجل فيه أطار المهنة. توقف جغرافيا العرب القدماء هم يتكلموا على جيجل ولا أي مدينة من مدن المغرب الأوسط شكل وفيها أطار للأردن. هنا أطار للأردن وش معناته؟ أنه في القرن الخامس الهجري البكري ما يعرفش الآثار الرومانية، ما يعرفش الآثار البيزنطية، وما يعرفش الآثار الميدانية، وما يعرفش الآثار اللي ترجع للمقام التالي. حنا لما نرجع لأكثر من آثار في جيجل، ربما اللي اكتشفها الباحث الفرنسي كان أرنبورغ مثلا في الأربعينات والخمسينات، نلقاو أنه اكتشف بعض الكهوف وبعض الأدوات الأثرية اللي ترجع ربما الحضارة الإيبيرومورية اللي مثلا ترجع لفترة ممتدة من 100,000 سنة إلى 40,000 سنة. في هذه الفترة كان أرنبورغ عثر على مجموعة من الأدوات الأثرية التي ترجع إلى هذه المرحلة، اللي هي ربما لما نجي نشوفوا تاريخ المغرب ككل أو الشمال إفريقيا ككل، نلقاو مثلا أقدم حضارة ظهرت في شمال إفريقيا مثلا في بالقرب من سطيف في البلدة الزرقاء اللي هي عين حنش، ثم عين بوشركة اللي هي أقدم حضارة اللي ترجع ربما للحضارة الأشورية. حنا لما نجي ندرسوا مثلا هذه المرحلة نشوفوا أنه مثلا المدرسة القرونية الفرنسية اللي راهي متمكنة في دراسة هذه الأمور تشير إلى أن الحضارة تاع عين حنش ولا العين بوشريك ولا كذا امتلكت من 6 أشهر بفرنسا إلى الشمال الإفريقي واستقرت بالعلم، يعني واش معناها أنها كانت حضارة وافدة؟ يعني جاتنا فرنسا حتى في لابريستوار، يعني تما في التاريخ يشير يعني معظم المؤرخين أنه الحضارة اللي كانت في الشمال الإفريقي جات من فرنسا. نفس الشيء بالنسبة للحضارة الإيبيرومورية اللي كانت موجودة في جيجل، ربما في جيجل في بجاية في بعض المناطق الساحلية. واش يقولوا الغالبية اللي درسوا هذه الحضارة الإيبيرومورية؟ يقولوا أنه حتى هي مش محلية إيبيرو مغربية، أنها من جنوب إسبانيا من شبه الجزيرة الإيبيرية وانتقلت إلى وهران، يسميها الوهرانية، حبوا يسميوها بالحضارة الوهرانية المحلية، ولكن كما لقاوش المصدر ديالها الفرنسي كان إيبيرو مغربية جاي من جنوب إسبانيا. إذن حتى في هذه المرحلة ربما اللي تكلم البكري عليها على هذه الآثار اللي موجودة في جيجل ما يعرفهاش البكري في القرن الخامس الهجري، ما يعرف لا حضارة إيبيرية ولا حضارة بيزنطية ولا رومانية ولا فينيقية. إذن لما يقول البكري أنه فيها آثار للأول أنه نعرف أنه فيها آثار ما قبل التاريخ، الآثار الفينيقية فيها الآثار الرومانية والآثار الهندية ثم الآثار البيزنطية. لماذا؟ لما دخل المسلمون إلى هذه المنطقة واش لقوا؟ لقوا البيزنطيين. إذن هذه المراحل كامل البكري ما يعرفهاش، كيف ما يعرفهاش واش يقول لك؟ وفيها آثار للأول، يعني فيها لي فيستيج أركولوجيك أو البقايا أو النقل الأثرية التي ترجع إلى الحضارات السابقة التي لا يعلم عنها أي شيء. حنا نعرفوا أن الاهتمام بالنقل التاريخ ظهر في القرن التاسع عشر ربما مع شارل داروين لما في 1859 لما شارل داروين عطانا النظرية تاع التطور، هنا بدا الاهتمام بالنقل التاريخ. إذن البكري في القرن الخامس الهجري يجهل ما قبل التاريخ، يجهل الحضارات السابقة التي ربما عاشت في جيجل. قلنا ثم وهو معمور، يعني يتكلم على جيجل، وهو معمور اليوم وعلى هذه المواضع كلها من جبال كتامة معالم النحاس ومنها يحمل إلى إفريقيا اللي هي تونس وغيرها، وبهذا الجبل حجر الأزرود الطيب، ومن هذا المرسى إلى مرسى الزيتون. الآن حنا نعرف ما هو الأسماء هذه لماذا لبعد الشوق الزمنية ما نعرفوش يعني الأماكن الحقيقية لهذه الأسماء، وإنما هو يتكلم على جيجل بصفة عامة.
هل هي يذكر المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية؟ المهم أشار إليه. حنا الغالبية من الجغرافيين العرب نقلوا على البكري، لماذا يعتقد أن البكري زار المنطقة هذه؟ البكري لم يزور هذه المنطقة، ما جاش الجيجل وإنما نقل. لما يتكلم على الحجاج الناس يروحوا يحجوا، ربما على بعض العلماء، ربما على بعض طلبة العلم، نعرف أن الطلبة كانوا يروحوا للمشرق، كان يتلاقوا بعضهم، العلماء يتلاقوا بعضهم وينقلوا خبر عن بعضهم. إذا المعلومات اللي قدمها البكري لم يحضر البكري إلى الجزائر ولا إلى جيجل، ما جاش الجيجل وإنما نقلها، عمن نقلها؟ المولدان. ثم يأتي صاحب كتاب الاستفسار في عجائب الأمصار من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي، هو كاتب مراكشي مجهول، لحد الآن لم يعرف من هو هذا الكاتب اللي ألف كتاب الاستفسار في القرن السادس. واش يكون على جيجل؟ فيقول مدينة جيجل مدينة قديمة على البحر. لما نقولوا قديم، حنا واش نعرفوا قديم؟ لما يجي نقسموا التاريخ، المرحلة الأولى البريستور، البريستور أو ما قبل التاريخ هي الفترة التي سبقت ظهور الكتابة، تمتد من 4.5 مليار سنة إلى 2300 سنة ظهور الكتابة. هذه الفترة كامل راهي مجهولة. ثم تأتي لما نقول قديم أونتيك، أركانيك، واش نعني به؟ نعني به من ظهور الكتابة من 3200 فما فوق. إذن هنايا حتى صاحب الاستفسار وهذا الجغرافي الكبير الذي لا يعلم عنه شيء إلا أنه من جغرافي القرن السادس، أنه يتكلم على مدينة جيجل على أنها مدينة قديمة. واش معناتها قديمة؟ فيل أونتيك. فيل أونتيك واش معناتها؟ أنها ترجع إلى الفترات القديمة، يعني مثلا فترة قديمة من 3200 ظهور الكتابة إلى العصر الوسيط، وبالتالي هي قديمة ولا يحدد لنا الانتماء الحقيقي لهذه الأشياء التي عثر عليها الجيش، وإنما يقول مدينة قديمة على البحر وكان لها سور قديم. سور قديم ربما هي كانت مدينة محصنة. إحنا لما جينا نتكلم عن المدن اللي كانت ربما في القرون الوسطى، واش يقول ابن خلدون؟ ابن خلدون في المقدمة يقول أن المدن هذه لابد أنها تكون يا إما مصورة يعني محصنة طبيعيا في قمة جبل أو محاطة بالبحر، وفي حالة عدم وجود الحصارة الطبيعية تحاط بالأسوار. يعني كل المدن اللي كانت ربما في هذه المرحلة كانت محاطة بالأسوار، يعني جيجل كان فيها سور. والسور حنا نعرفوا لما جينا الفترة الرومانية، شوفوا النمس، النمس هو نظام دفاعي روماني ضرب من تنسا إلى مغنية، يعني من تنسا ويتقطع من القرن الأول الميلادي القرن الثاني إلى القرن الثالث الميلادي، من تنسا حتى يوصل إلى مغنية، وربما جيجل دخلت في هذا النظام تاع النمس اللي هو نظام روماني دفاعي. وشنو هو هذا النمس؟ هو عبارة عن نظام دفاعي يتكون من الأسوار، والأسوار تتخللها أبراج مراقبة، وهذه الأبراج المراقبة واش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها عادة حامية عسكرية، نلقاو فيها حامية عسكرية كما مثلا الفرقة الفلسطينية الثالثة نلقاوها مثلا في فيلومباز، وهنا في الجيش يقول لك ربما الفرقة السابعة، يعني على وجه التفكيك من الفرقة العسكرية التي كانت موجودة هنا. إذا هذا الجغرافي نقل أيضا، لماذا حتى هو يظهر أنه لم يأتي إلى مدينة جيجل وإنما نقل هذه المعلومات. على من ينقلها؟ ينقلها ربما على طلبة العلم، ربما على الحجاج، ربما على عمر بيت الله، يعني يتلاقاهم في الحج ومن هناك يعني يأخذ هذه المعلومات. ويزيد يكمل وكان لها سور قديم يضرب البحر فيه، وهي على نظر كبير، وهي كثيرة العنب والتفاح والفواكه. جيجل يعني عبر العصور مدينة فلاحية، مدينة فلاحية. لما نجي نشوفوا نعاودوا نرجعوا الى الوراء، يعني في الفتره الرومانيه مثلا، واش نلقاو؟ نلقاو انه هناك ثلاث انواع من المدن. المدينه الفلاحيه وخاصه المدن الفلاحيه تكون في الداخل، في الداخل مثلا تكون كما مثلا كما سطيف، كما ربما قلمه، كما كذا، لتوفر الغناء. وبالتالي هذه المدن الداخليه واش كاين؟ واش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها مثلا مستعمرات فلاحيه كانت تسمى باللاتيفونديا والسالطوس. اللاتيفونديا والسالطوس هذه هي مستعمرات فلاحيه كبرى كانت موجوده في الجزائر في الفترة الرومانية. إذا جيجل ربما كان لها نصيب من هذه ربما المستعمرات الفلاحية، ومن هنا نفهم أن جيجل ربما كانت في هذه المرحلة عبارة عن مدينة فلاحية. إن كان مدينة عسكرية، كان مدينة فلاحية، وكان مدينة بحرية. جيجل تمثل المدينة الفلاحية وتمثل كذلك المدينة البحرية. حتى لما نرجع مثلا لجيجل، شوفوا مثلا أقدم الموانئ اللي موجودة فيها الحشوبين، أو شوبا من سيبيوم، أو بلدية شوبا في الفترة الرومانية اللي موجودة بالقرب من الزمام الصوري. واش لقاو فيها؟ لقاو فيها الميناء، والميناء التي تؤخذ منه الغذاء اللي تجي من المدن الفلاحية، ثم تذهب إلى روما، ثم توزع على كامل الإمبراطورية الرومانية.
إذن في شو بايوش القبر القبر رابو بيبليكوس اللي هو الميزان أو الميكيل العمولي العمومي اللي كانوا الرومان يوزنوا به القمح راه موجود الآن موجود في مدرسة في الشعبة في اسمه كان الروماني كيلو به القمح كما يقولوا متمرمة لجريني دورة من الجزائر بما فيها جيجن كان خزان روما من هذه الموجة إذن جيجن كانت ربما في هذه المرحلة بتاع القرن السادس عبارة عن مدينة فلاحية ومدينة بحرية كذلك واش يزيد يقول لنا هذا صاحب الاستفسار ومنها تحمل الفواكه والعنب والرب الى مدينه بجايه يعني كانت فلاحيه مدينه فلاحيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى وعلى هذه المدينه جبل قصار ويسمى جبل زدوي وهو كثير الخصب فيه قبائل كثيره من البربر وفيه كانت دعوه ابي عبد الله داعي حنا نعرفوا من خلال المصادر التاريخيه ان الدعوه هذه تاع ابو عبد الله داعي كانت في جنه يعني كانت في بني عزيز والان لما نروحوا لبني عزيز بلدية بني عزيز الاثار تاع مدينه بجان الاثريه وين لقاوها في واحد المرتفع خارج بلدية بني عزيز يسميوه الان حي الاحجار مازال موجود اذا حي الاحجار هذا اللي هو المركز العسكري تاع الفاطميين واش يقابلوا فيه جيجن يقابلوا جميله يعني جميله من خلال النص تاع افتتاح الدعوه للقاضي نعم اذا جيجن ربما مشكل لما يكون جيجن لما نقولوا جبل قطامة ما نعرفوش بالضبط واش هو وانما لما نرجعوا للمصدر التاريخي نلقاو يتكلم على مدينة جميلة جميلة اللي كانت فيها تحديدا في اعتقادي هذا من خلال منطقة الحوزة يظهر يجيب السلام يقول لك الجيم اللي فلان بلا فلان الجيم اللي في الفترة هذه تاع الدعوة الفاطمية إذا قلنا أنه جيجل بهذا المفهوم أنها كانت عبارة عن مدينة ريفية مدينة ريفية أو مدينة فلاحية ما نقولوش ريفية نقول مدينة فلاحية ويزيد يقول وبين جيجن وبجاية على ساحل البحر موقع يسمى بالنصورية عليه جبل عظيم مما يلي البر منه حافة مثل الحائط فيها ثقب في غل حجر الربع الموزون به ينبعث منهما في كل وقت من الأوقات المعودة بالصلوات الخمس يسمع قبل انبعاثه الدوي الكدوي الراحة الفارغة ينبعث الماء هكذا ليل ونهار في أوقات الصلاة خاصة أخبر بذلك من شهد وسهر الليل كله يعني جبنا واحد المعلومة المنصورية فيها ربما أشياء منطقية ومازالت إلى اليوم مثل الجبل تاع المنصورية أما هذا العين يظهر لي فلا وجود لها يعني الملامح اللي أعطاها لنا صاحب الاستفسار وين لقاها في المشاكل هو يتكلم على المنصورية ولكن هذه المعلومات تنطبق على المشاكل ما تنطبقش على المنصورية عين الأوقات إذا هو هذا الجغرافي القلب المعلومة ما جاش هنا نفهم الجغرافي ما زارش المنطقه وانما نقل هذه المعلومات ربما للسواح الحاجج الناس اللي يحجوا نقل منهم هذه المعلومه ثم نجيو الى اشهر الجغرافيين اللي هو الشريف الادريسي والادريسي معروف من القرن السادس هجري الثاني عشر الميلادي يخبرون بان الطريق من جيجل الى إيجايا 50 ميلا وهي مدينه على ضفه البحر والبحر يحيط بها ولها الرب اللي هو كما نقولوا حنا الرب اللي هو الضاحيه اللي هي ربما المزارع وربما السهول وربما الاراضي الصالحه للزراعه اللي موجوده بالقرب من هذه المدينه. وزيد يقول ولما ظفر بها اسطول الملك المعظم روجار هو روجي دو سيسيل او روجار الصقلي يقول لك احتل المدينه وظفر بها اسطول الملك ارتفع اهلها عن المدينه الى جبل على بعد بينهم يعني كنت لما جاوا السقلين الى مدينه جيجل الناس هربوا سكان المدينه الى جبل يعتقد ربما المنطقه القريبه من هي ايوف الحالي بنوا فيها واش يجي يكون وبنوا هناك مدينه حصينه يعني مدينه حصينه احنا نعرفوا انه حسب ابن خلدون ربما حتى حسب ابن ابي زرع صاحب كتاب روض القرطاس انه يتكلم لنا على الشروط التي ينبغي ان تكون في المدينه الاسلاميه من بينها الحصانه الطبيعيه اذا ما كانش الحصانه الطبيعيه اذا تبنى المدينه على كما يقولوا في قمه جبل او في مكان يعني محصن حتى يصعب اختراقها وتحاط بالاسوار وتحاط بالخنادق اذا يقول وبنوا هناك مدينه حصينه فإذا كان زمن الشتاء سكنوا المرسى والساحل، يقول في فصل الشتاء سكنوا المرسى والساحل يعني هبطوا إلى أسفل المدينة،
وإذا كان زاد الصيف ووقت سفر الأسطول نقلوا أمتعتهم وجملة بضائعهم إلى الحصن الأعلى، يعني لما مثلا الأسطول ولا البحارة أو البحرية تسافر السكان المحليين يعودوا يرجعوا إلى هذه المدينة المحصنة. هو يقال أنه كاين فيه بعض الآثار اللي ترجع إلى الفترة الحمالية موجودة في التكامة العسكرية الحالية، وربما هي هذه الآثار اللي كانت من المدينة المحصنة. وبقي الرجال باليسير من تجمد في الضفه الجوريه، يعني بقوا غير بعض التجار في ربما في 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 الساحل. وهي الان خراب، يعني كل في نتكلم عليها في الفتره نتاعو يقول وهي الان خراب، يعني اصبحت عباره عن اطلال، مدينه مهدمه. وهي الان خراب مهدمه الديار مثلمه الاسوار، واش معناته؟ انها تعرضت ربما الى الخراب. حنا نعرفوا ربما لما جاوا لما جاء عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدة وهو من درون تلمسان، أول حاجة واش قام بها؟ هو قام ب ما نقولوش احتلال الشمال الإفريقي، وإنما قام ببسط نفوذه على الشمال الإفريقي. عرفوا أنه جاء لمسيلخ وقام بتدمير القلعة، قلعة بن حماد، وربما جيجل تعرضت في هذه المرحلة تاع عبد المؤمن بن علي ربما إلى الخراب والتدمير ربما. زيدون نوصلوا، ليس بها ساكن ولا يقر بها قط، وهي مدينة حسنة بها الألبان والسمن والعسل والزروع الكثيرة. وهذه تطلق في الضبط على جيل حتى اليوم، يعني أنها مدينة مدينة الزروع ومدينة الغروس ومدينة الغلات والخيرات. ويزيد يقول لك وبها الحوت الكثير العدد المتناهي في الطيب والطفل، يعني الأوصاف هذه تنطبق حتى على جيل اليوم، أن الحوت ديالها والسمن ديالها مازال طيبا ومازال يتمتع به أن الناس كامل يحبوا الحب تاعي. ها؟ زيدوا نذكروا جغرافي آخر اللي هو عبد المنعم محمد بن عبد المنعم الحنجري من القرن العاشر الهجري الخامس عشر السادس عشر الميلادي، فيذكر جيجل. وقلنا أنها مدينة قديمة بينها وبين ميلا من أرض المغرب مرحلة، وبين جيجل وبجاية 50 ميلا، وهي مدينة صغيرة على ضفة البحر، والبحر يحيط بها ويضرب سورها، وهي على نظر كبير، وهي كثير التفاح والفواكه، وعنها تحمل الى مجايب والعنب والرز، يعني يعاود نفس الكلام وكانه نقل عن البكر، يعني اسمه مزيد باش نختصروا. ويقول وفيه قبائل كثيره من الغرب، وفيه كانت دعوه ابي عبد الله الشعين على رجعها الجمله، يعني جمله ربما هو يكتبها جمله تسمى هذه، يعني المناطق اللي كانت فيها دعوة أبو عبد الله الشعري. ولما طرق طاغية سقلية، يعني رجل السقلي، بنى أهلها في هذا الجبل مدينة حصينة، فهم يسكنون المرصى والساحل في زمن الشتاء، فإذا كان زمن الصيف وكأنه ينقل عن الجغرافيا السابقة. يقول هو بجيش الأنبان والسمن والعسل والزروع الكثيرة والحوت المتناهي كذلك، ولها مرصيان، مرصى في جنوبها وعلى الدخول صعب لا يدخل إلا بدال الحادق. يقول لك فيها زوج تاع المرص، مرصى يطلق عليها ربما مرصى الشعراء، ومرصى صعب الدخول، يعني جيجل الان حنا نقول فيها مرصى ربما فيها كثير من المراصي مش مرصى واحد. وكانه ايضا حتى الحميري اللي عاش ربما في فتره قريبه هو ايضا نقل عن صاحب الاستبصار، ونقل ربما حتى عن البكري. ياتي اخر هؤلاء او سبع الجغرافيين اللي ربما اعتمدنا عليه، اللي هو ابو الحسن الوزان او ليون الافريقي من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. يكون على جيجل اسمها بقصر جيجل، قصر قديم بناه الافارقه على صخره عاليه بشاطئ البحر بعيد عن بجاي بنحو 70 ميل، وفيه ما يقرب من 500 كانون. لما يقولوا واش معناتها 500 كانون؟ 500 عائله كانت كامل، يعني الدار وما يحسبوش بعدد الافراد وانما بالأوجب بالكامل. ودوره في غاية الحسن، دوره يعني منازله أو دياره، في ورجاله أشداء كرماء أوفياء وكلهم فلاح. هؤلاء اللي يعطي الصفة الفلاحية نقولوا المدينة وضواحيها، لكن أراضيهم وعر ولا تصلح إلا للشعير والكتان الذي يموت هنا بكثرة. يعني كل المعلومات اللي ذكرها الحميري تنطبق على جيجل حاليا، يعني كل الاراضي الفلاحيه راهي وعره، يعني شوفوا الاراضي في الفلاحيه برا ولا يصلح فيها الا الشعير.
ويذكر ايضا في ججل الجوز والتين ويحملان الى تونس في سفن صغيره، يعني التين والجوز كانوا موجودين في ججل ويؤخذ الى تونس. وقد حافظ هذا القصر دائما على حريته بالرغم من ملوك بجايه وملوك تونس. ملوك بجايه وملوك تونس اللي هم حفصيين، الدوله الحفصيه انقسمت الى قسمين، قسم وعاصمته تونس، وقسم ايضا وعاصمته بجايه وججل بطبيعه الحال كانت تابعه الى الملوك الحفصيين، ساعه تكون تابعه لتونس وساعه تكون تابعه الى بجايه. يقول لي انه يستحيل حصاره الى ان اهله خضعوا من تلقاء انفسهم الى بربروس. استرجعها الجنويين سنه 920 للهجره 1514 الذي لم يفرض عليهم سوى زكاه عشر الحبوب والثمار مما هو حلال معمول به ولم يترك نائبا عنه سوى مندوب واحد. اذا حتى ربما الاخوه بربروس لما دخلوا ججل لاحظوا انه هذا ججل قدموا تسهيلات كثيره للاتراك وخاصة خير الدين بربروس، حتى أنه لما استرجع مدينة الجزائر أخذ معه الكثير من سكان ججل وعطاهم بعض الامتيازات التي لم تمنح لأحد. حتى مثلا يقال أنه في مدينة الجزائر العاصمة في وقت خير الدين ما كان حتى يمنع على أي كان من الأهالي أن يعتدي سهو جواله إلا لمن هو ينتمي إلى ججل، يعني غير ججل يعطوهم والسلاح والمثال من الضريبه، بعض الامور اللي وهو ربما صادق فيما يقول. يعني احنا حاولنا ان نختصر ججل واش مذكوره في هذه، يعني مذكوره في الكتب الجغرافيه، في كتب التاريخ، يعني في الكتب الادبيه، ولكن وانما احنا ما دام انه شهر الصورات حاولنا انه يكون الختام يكون ختامها مثل وهو الصورات الجغرافي. الصورات الجغرافي ايضا اللي هو كما يقولوا ما تبقى من النصوص الجغرافيه العربيه، وايضا كاين ملاحظه ربما حتى بالنسبه لهذه النصوص الجغرافيه، احنا نعرفوا ان الغالبيه من المستشرقين ولا من الفرنسيين نقلوا هذه النصوص الى اللغه الفرنسيه، ومن بعد لما نجي ندرسوا مثلا نعطيو مثال او مثالين لما نرجعوا مثلا رشيد بوريبه، رشيد بوريبه مثلا يسمى باب علم الاطراف في الجزائر. النصوص اللي يتكلم فيها على ججل رشيد بوريبه عنده مثلا كتاب اللي هو لاركتكتور ميليتير دو لاجيري ميديفال او العباره العسكريه في الجزائر الوسطيه، لما يذكر مدينه ججل يجيب لنا النص نتاع اليعقوبي. حنا لما نرجعوا ليعقوبي النص الاصلي نتاع اليعقوبي المعلومات اللي ذكرها رشيد بوريبه نقلا عن الفرنسيين خطير، يعني المعلومات اللي ذكرها رشيد بوريبه نقلا عن الكتاب اليعقوبي الذي نقل الى اللغه الفرنسيه المعلومه ديالو خطيره. النص الاصلي جبته من اليعقوبي، النص المصدر الاصلي. اذا بول لوي كومبيزار ايضا اللي عنده ليفوليسيون دي سيتي دو تيرم ليكريا، ايضا المعلومات اللي نقلها على ججل ونقلها على اليعقوبي كذا في معظمها ربما يصيبها يعني فيها نوع من ما نقولوش اخطاء وانما متعمده، وانما ربما هي ربما بعض الملاحظات ربما لاحظوها هؤلاء المستشرقون في ججل واضافوها الى نص اليعقوبي في حين انها لم تكن موجوده في نص اليعقوبي. نعطيكم مثال اخر الان مثلا كما جيبوا كتاب تاع ليستوار ديال واتارجي، ليستوار ديال واتارجي التوبوغرافي ليستوار جينيال دارجي تاع هايدو مثلا في القرن 16 كاينه باحثه فرنسيه عفوا اسبانيه اسمها فريدو رومانو. هذه الباحثه الاسبانيه رجعت الى النص الاسباني او النص الاصلي لهايدو في القرن 16 وعاودت قراته وكملته بالترجمه ل قاموا بها الفرنسيين، كانت تقيم الفصل الاول والثاني من هايدو باللغه الفرنسيه المزيفه. يعني المغزى من هذه الملاحظه انه لما نرجع الى النصوص الجغرافيه العربيه المترجمه او نقولها باللغه الفرنسيه نقراها بحذر. بناء على واش؟ بناء على الدراسه اللي كان بها المؤرخ الجزائري محمد الشريف الساحلي ديكولونيزي ليستوار، نزع الشوائب الاستعماريه عن التاريخ. والبحث نتاعو الكتاب ديالو كتاب قيم ورائع، و بداو يعني الباحثين الجزائريين في علم الاثار خاصة مثال ربما يجي مثلا الان البحث في مكتب التاريخ اللي هو عزيز الساحل طارق عنده كتاب اللي هو الاثار في جرد التاريخ الجزائر، يقول انه المعلومات اللي جابها ستيفان زال مثلا في المؤلفات ديالو حول المرحله القديمه في معظمها غلط. مش هذا اللي يقول هكذا، يعني بحث جزائري بروفيسور
في جامعة الجزائر في معهد الأطر، يقول إنه هذه الكتابات لابد أنها تقرأ بحاجة، لماذا؟ لأنه فيها كثير من الأخطاء، كثير من المغالطات، ربما مكسور. بدل الاستعمار الفرنسي هو الذي دونها لأغراض معينة، إذا فهي مبيض. يعني الحديث عن جيجل يطول، واللي يحب يرجع ربما يعني خلوه في يتكلم على جيجل، ربما اللي يحب يرجع لشارل فيرو، ربما اللي يرجع لريتو ولإستوار دي جيجل. يعني كاين كتب اللي تكلمت على جيجل بطريقة أو بأخرى في الفترة تسمى سوزان برونجي أيضا، كتابة كتاب رائع حول تاريخ مدينة جيجل، ورغم ذلك تبقى جيجل بحاجة إلى عيني الباحثين والجغرافيين وعلماء الآثار، وما دام رانا في شهر الثورة ينبغي أيضا ربما بدي استكاك في 2004 بدأت تجمع في الحكاية والأغاني والأهزة الشعبية المحلية، هذا يدخل أيضا في هذا الإطار الجغرافي، وشكرا على حسن الإصغاء والاستماع، والآن تكون في حل الباب مناقشة. شكرا للدكتور على هذه المحادثة التاريخية عن جيجل بعيون جغرافيين. أنا حبيت نعرف من الدكتور العادات والتقاليد جيجل يعني في تلك الفترات. أنت ذكرت بلي هي منطقة فلاحية أو أرض فلاحية، فيما يخص العادات والتقاليد نتاع سكانها. هي في العديد من النصوص، يعني المشكل اللي موجود الآن في النصوص الجغرافية المصادر النصوص الجغرافية وربما حتى التاريخية، أنها لم تتطرق إلى مثل هذه الأمور، وإنما أخذت المنطقة ككل بصفة عامة. يعني لا تجد مثلا عند ابن خلدون ولا عند هؤلاء الجغرافيين ولا غيرهم، لا يوجد هناك من تحدث عن ربما تقليد، وهذه ربما من الثغرات اللي موجودة في النصوص التاريخية والجغرافية. الآن مثلا نعطيك مثال، لأن مثلا في الجامعة كاين مرحلتين من البحث، كاين مرحلة ما قبل التدرج ومرحلة ما بعد التدرج. يطلب من الطالب من السنة يعني حتى مرحلة الماستر، يطلبوا منه يقرا النص ويجي النتيجة نتاعو. فمرحلة الدكتوراه واش يطلبوا منه؟ من هذه الفراغات، الفراغات اللي موجودة في النصوص، كاين هناك نقاط ضعف وفراغات موجودة في النصوص التاريخية والجغرافية، على البحث الآن في خاصة في الدكتوراه أنه يبنى هذه بناء على واش؟ واش بناء ربما على الآثار، الآثار مثلا حنا نعرفوا أن كاين فيها رسومات صخرية، نعرفوا أنه ربما كاين فيها ربما تماثيل، ربما فيها ربما نصوص غير معروفة كذا، من هذه الأمور ربما تسد هذه الثغرات وهذه النصوص، إذا هنا نأتي بالجدل، إذا كاين هناك نقائص كثيرة فيما يتعلق بالحياة اليومية، فيما يتعلق ربما بالنشاطات الجغرافية، ربما في الصناعات، ربما في الحرف، ربما في الفنون التي كان يمارسها، ما هي الطقوس الدينية، ما هي ربما أعراف الزواج، ما هي ربما السلوكيات المتبعة في الختان، في يعني في الحياة اليومية لهؤلاء السكان. إذا الجغرافيين هؤلاء لم يتطرقوا إلى مثل هذه الأمور، على واش نرجعوا للنقطة الأولى، أن هؤلاء في معظمهم نقلوا هذه المعلومات ولم يزوروا المدينة. هذا هو يعني المشكل اللي موجود الآن، النصوص التاريخية موجودة، النصوص الجغرافية موجودة، ولكن في معظمها كما نقولوا مقتضبة وشحيحة، هذه هي. حتى اللي يتكلموا عن المغرب يجيبوا مثلا نجيبوا هيرودوت، تاريخ هيرودوت مثلا يتكلم على بلاد المغرب، ولكن ما يجيبوش يقول كيف نصوصه مقتضبة وشحيحة، لماذا؟ لأنه هو لم يزور المنطقة، نقل على الجنود الإغريق وكذا، ومع في نهاية المطاف المعلومات اللي قدمها غامضة. نفس الشيء بالنسبة للجغرافيين العرب، هنا تجي النقطة أنه هؤلاء لم يزوروا المنطقة، يعني وإنما نقلوا هذه المعلومات، وبالتالي تبقى نصوصهم يتخللها النقص ويتخللها ربما الغموض وناقصة في كثير. ذكرها ينقص الحلوي في كتابه معجم البلدان، واش نقول لك؟ معجم البلدان لما يجيش يقول لك وجيش موضع ويعدي النقطة، يعني حتى هو ما يعرفش جيش واش يقول لك. فرجع للجزء الثاني، الجزء الثاني من ياقوت الحلوي يقول لك جيش موضع ويدير الوقت، يعني واش هو انه جيل هذه سمع بها برك، ولكن لم يزورها ولم ياخذ عنها، ما يعرفش حتى وين. قلت لها جيش موضع، رجع ياكوت الحل واش البلدان الجزء الثاني، وشوف جيم حرف الجيم في الاخر قبل جيحون او يتكلم على جيجل، يقول لك جيجل موضع ويدير النقطه ويحبس، يعني هذا هو ما يوصلش يعني في تفضل يا سيدي. لا تفضل يعني السؤال ولا يتفضل. وين تكون ديما شاك تحب يزيد يضيف يتقاد المجال الفني لإدراك الموضوع. تفضل. السلام عليكم، نشكر الأستاذ المفضل على هذه المحاضرة. أنا حبيت هذه الفرق كتسعد
لاحظ تسمى استاذ سؤالي حضور محتشم تاع جيجي ديك جيجي في الروايه التاريخيه الجغرافيه العرب. هذا الحضور المحتشم هذا تعزوه ثم ترجعونه الى انه لم تكن لها اهميه اقتصاديه واجتماعيه، ام ان الكتابات او الكتابات التاريخيه كانت تعتمد على ليس على المشاهده بل على الروايه. وهنا عندي اضافه وتساؤل، رغم اهميه المنطقه لا سيما المنطقه الساحليه في خلال الاتراك، الا اننا نلاحظ ما فيش لي ديتاي، يعني ما فيش تفاصيل. مثلا هل الاخوين عروج استقرارهم في جيجل دخلوا النسيج الاجتماعي مثلا في التنظيم الاداري ام كان مجرد ان فورم الاداري وحده فيه تجاهل ولا عدم ذكر انه المنطقه كانت سوق في العام في الترصاص 10 سوق في العام. اثنين، هل الجواج الى الذين نقلهم الاخوين عروج العاصمه كما تذكر هذه الروايات انهم استقروا نهائيا هناك، وفي روايه انه حتى الاخوين منحوهم بعض العقارات في مثلا حتى في روايه شبه مؤكده تقول حوالي سيدي عبد الله الجامع الاحمر او الجامع البراني اللي كان كما نقول احنا شغل وقف وقف سكان المنطقه تسمى الجواجله، لانه نعرف بان المذهب المذهب التركي الاتراك كان مذهب حنفي، وحاليا مازال مسجد يتبع المذهب الحنفي في مدينه المديه العنديه. ما عادوا الى هنا تسمى عاودوا استقروا هنا، حنا نعرف خلاف تسمى هذه الجهه شغل شحيت معلومه ومسير انه الاستاذ حسني قيطوني ذكر في كتابه انه في القرن الرابع 15 لاحظ ان المنطقه فيها عرفت هجره، عرفت هجره بذلك باغيزون من جهه سيرتو الشرقيه ما كاينش بلاصه، وكي نروحوا للناحيه العمرانيه لانه فيه النقاش الى حد الساعه مازال يحسن بربريه وعروبه السكان. الروايه نقول اللي دوميناند نقول اللي جمال حنا في الاندلس في انفوسين في الاندلس، في حين انه كاتاري مختص عثر الكتابه الليبيه في ولاد عسكر مسبت اللي هي الكتابه النوميديه اللي تؤكد وجود او صدقيه ان المنطقه كانت مرمعه قبل مجيء الفرقه السابعه الرومانيه. اللي الروايه الاستعماريه تقول اللي جي كانت سيتي نزون دو لو تريتي نتاع لاغي رومان، يعطيهم عقارات ويعطيهم من افريقيا. كانوا في ميدوسكي لا سيتي ماري. انا نذكر في ملتقى ومحاضره في 2002 زمان امير بزغلول استاذ في المختص في المحاضره في الفرقه السابعه المصري، في حين العطور بشواهد اثريه في الكتاب اللي في العسكر نزل في السبت ولد هذا مما يثبت سباقيه الخدم ان المنطقه كانت مرمره، كانت مهمشه لانها ممكن تروح لطرح اخر يقول لك باللي كانت ملجا للمتمردين شعوب ديزاكسي ديزاكسي، لانه ديروت الطرق القديمه كانت فرصه لقيت وحده باقيه عدات في قطاع الثقافه في طريق وزاره الثقافه جات هنا حوست على ديروت فيليسيان هي مشرفه مع الدارين الحياه القديمه، وين حددت ايرون فينيسيان وذكرت الجهه نتاعها كيما جينوا كيما فدولس كيما تامنتوز كيما الجهه نتاع بلاد عسكر دي زونسيان روت اللي كانوا كيما الجهه نتاع بوراي بنادر كيما الجهه دي روت اللي كانوا قدام حتى الاحتلال
تجاني مدرسة ما جاش عندنا لونسيان مالي الأكتويال فانسان تجاني الفوق سان تارنو عندها العروسة عندها الشوت على الرشفات يبونس يعني هذه المراحل تبقى حلقة ناقصة ناقصة على باليش بالك ممكن في ظل الصراعات بين الدويلات التي خارج في تلك الفترة نناقشت معلومة بخصوص الفترة الفاطمية كحلقة نقولوا تقتضي من البحث التحري يتحاشى الكثير من المؤرخين ذكر أن المنطقة السلمة ترتد سبع مرات شكرا المهم شغل نتكلموا على الفترة الأكاديمية وبعد نجيو للفترة البسيطة والفترة هذه هي في من حيث شوف حنا أنا درست المغرب الأكاديمي المغرب البسيط درسته في الجامعة الإشكالية اللي موجودة في المغرب الأكاديمي هو شنو المغرب كامل دابا واش كان جيش شمال أفريقيا كامل لم يذكر في الكتابات اللاتينية جوستا وكذا واش يذكروا؟ يذكروا غير خلال الحرب البونيقية الأولى والثانية والثالثة وجيج لم تذكر حتى في الفترة الفينيقية دوك هي مع كيما يكون لرويال دو قرطاج ما يذكروش جيج مدينة مستقلة حنا نعرفوا جاو الفينيقيين مش جاو جاو اوتي 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 كادي تونس جاو القادس قادس بالمغرب قادس بجنوب اسبانيا و ليكسوس كانوا ثلث مراكز ومن بعد هذه ثلاث مراكز قرطاجة في 914 لمين 914 قبل الميلاد يعني 814 يعني في القرن التاسع قبل الميلاد تمت قرطاجة إذن جيجل لورويال دو كارتاج كيفاش كيسميوها كيسموها فرانسوا دو كارتاج واش يقول لك يقول لك لورويال دو كارتاج يعني يذكر الامبراطوريه القرطاجيه فين جيجل فين تبان معاها اوتيل قبل من جيجل ليكسوس كاديس كاديس تاع جنوب اسبانيا اذا كان هناك ثلاث مراكز كبرى شوف من ثلاثه ولاو 300 مركز يعني كل مرسى كل ميناء كل خليج كل طغرة بحريه الا لقوها مركز فينيقي يعني من بعد كان يقول لك 500 مركز فينيقي في الحوض الغربي البحر المتوسط وفي الملك لانه لقاو ديستيج في البيرو لقاوها في جنوب امريكا اللاتينيه فوالا اذا ونعرفوا حنا انه في العهد الجديد الادريسي كل ما كان كاين بحر الظلمات ما كانش بديع الدين المحيط اذا في حين الفينيقيين فاتوا اذا بالنسبه للفينيقيين كاين هناك ربما نقائص لماذا لانه جي امبراطوريه كامله لم تذكر الا خلال الحروب الحرب الاولى الثانيه الثالثه حتى سقوط قرطاجة 146 قبل الميلاد من مصر في قرطاجة ذكروا عليها علاش ذكروها؟ لأنه شنيتي واش يكون عنده هوية سياسة الرومان في كل لما الرومان لما جاو قضوا على قرطاجة دمروها بالكامل قال لك تعتبر نقطة سوداء في التاريخ الإنساني رومانيزاسيون كي قضوا على قرطاجة حتى لا مالو كاين جيج الجيج خلاو أوتيكا علاش خلاو أوتيكا ما دمروهاش؟ لأن السكان المحليين ساعدوا الرومان باش داروا الحصار البلوكس هذاك على قرطاج ثلاث سنين ومدينة محاصرة إذن هنايا معلومات حول المنطقة شحيحة ومغتضبة وغامضة في كثير من الأحيان يعني كيف نشوف الفترة الفينيقية هذه نجيو مثلا في الفترة الرومانية كما قلت في الطريق اللي موجود بين سيتيفيس موجود بين جيجي أو بيير سلامة عنده عنده مكان يتكلم عليه وكاين خلاف الليفري مثلا نتاعو اللي هو لي فارون هذو في الجنوب الطرق الشبكة الطرقية الرومانية في الشمال افريقيا يذكر كل الطرق اللي علاش يذكر الطرق هذه؟ لأن قلت كاين مدينة فلاحية في الأساس عسكرية كيما أونداز بومباز تبسكا هذا كانوا مناطق عسكرية مدينة عسكرية لازم لها طريق عسكري ومن بعد المدن العسكرية هذه تحولت حنا نعرفوا مثلا كاين تيبكال ولا جميلة ويكو ولا كيش كاين تبنى هي مدينة عسكرية في الأساس لومباز مدينة عسكرية ومن بعد لي فيتيرو هادو كيخرجوا لبلاني راه يطيروا لي تيرا فين كتخرج المدينة ديك الساعة بدات المدينة تتوسع إذا جيجل كانت ربما بعيدة عن هاد جيجل صغيرة حتى شوف نجي نقارنوا الأطار اللي موجودة في جيجل شفتي سيدي شوف مثلا شوبر شو هي اللي فيها الأطار شوبر البلدية البلدية كاملة 14 هكتار مدينة مازال موجودة اليوم في جيجل بينهم الأطار الرومانية ما كانش الاطار الفينيقيه فين هي في سيرتا في متحف سيرتا جيج من المفروض الاطار هذه الموجوده في سيرتا تكون في جيج للاسف الشديد موجوده في اذا هنا ربما شح المعلومه سواء في الكتابات ما تشوفش بلي توجيه مثلا يعني كملاحظه حتى مثلا
كباح راك تختار مشروع تاع لينيو اوروبيان ولا لي سيبونسيون يدعموك على بيريود رومان وما يدعموكش ما يدعموكش ما يدعموكش ما يدعموكش ستيفانسون كيسمو هذاك لاباسار كيلوجي بيولوجي واش يدير لينيو رومان تكلم عليها من ما كيحكم حتى الاطار الاسلاميه ولا تاع النوميد وكذا هذيك ساعه يعني ليه يقول لك ما مرفوش مشغول عندي ليه باين الخدمه يعني كاين الامور هكذا المهم يجي يجي يعني حنا نتكلموا على الحواضر على بونا نتكلموا على قسنطينه نتكلموا على كذا عندها اهميه جيجل ربما عندها اهميه كامنه مدينه فلاحيه وكامنه كانوا يديو ربما حتى اللي باش تحلي اللي موجود في الفورمه في جوج مدام مفورات هذوك تاع اللي موجودين في تحت الفخار واش كانوا يديروا فيهم خدموهم يعني وين خدموهم خدموهم في لبنان في الساحل اللبناني في الساحل السوري وكذا وجابوا لهم فيهم الزيت الخمر كذا كذا حتى في الصناعه ديالهم كانت بدليل يعني وقت حتى واحد ما كانوا مر عليهم على هذه الصناعه الفينيقيه يتشابهوا الى حد بعيد وكانهم خدموهم في لبنان وسوريا وجابوهم لهم وعلموا لها يعني مجرد راي يقدر يكون سهل حبيت انا نسقسي كبرك على قلت باللي اغلب المؤرخين العرب ما جاوش هنايا باش كتبوها جغرافيا حتى المؤرخين هذا جغرافيا حبيت نسقسيك على وزير ديال افريكا باسكو اللي نكرهو عليه نشوفو كيف اللي راه شال المنطقه شوف هو شوف باش غير نقول لي فيك هو حتى يكون عبور يعني وكيكون عبور على نيرو يروح على مدينه الجزائر ولا بجاي جيجل عاده ما يمروش عليها عاده على اللي يروحوا شوف هي شوف كيما الوزان وكذا وين كانوا يروحوا يروحوا يا اما للحج يا اما لسوريا يا اما للعراق يا اما كذا اذا كيف شوف عندك اليون الافريقي هذا وعندك مثلا كيما تنقلوتي في الرحاله المغربي فات على الشمال الافريقي علاه فات على مدينه الجزائر يعني حتى جيجل ما كيعرفش عليها هي المشكله مثلا جيجل حتى منطقه عبور ما ربما المرصد ديالها كان صعب كما قلنا من قبل صعب الدخول اليه يعني حيت شوف الرحاله والجغرافيا والمؤرخين الغالبيه كانت تمسن ولا في مازونا يروحوا لمازونا ولا يجيو مثلا مدينه الجزائر بجايه جيج على بالك ما كاش غتروحوا جيج ما تكاش هنا الاشكال الموجود موجود اشكال اللي نشوفوا حنا بكري اللي هو الموانئ واش الموانئ لي ديستونس بين الموانئ يكون لك تخدم النهار مش الليل ترسو عندك حكم جيجل زيادة بجاية إلى آخره باسكو لو كان يخدم من بجاية حتى الكل ولا تسديكدا هو بزاف عندها لا بس ما كيخدمهاش المشكل أنه جيجل كي الرحالة هادو ولا كيما الوزان ولا كنت كنا جغرافيا كامل ولا الرحالة جيجل يعمروا عليها مرور الكرام أو تحسوا أنت كيما بالخدمة على بجاية علاش ما جاش جيجل مش غير بالخدمة كاين مثلا شنو القبريني ايضا تاع بجاي كاين بزاف دي حبس البجاي ومن بعد فين تكا يا راح المينا يا كمل جيش لا هذا هو الاشكال اللي موجود في النصوص التاريخيه كامل له الخدور كان يتكرها هذا لانه ما جاش في نهايه المطاف كي تجي تفهمت علاش ما كانش مؤرخ هذاك ولا ما جاش ولا سمع عليها كاين نقطه اخرى سمعها تفضل نوليو لشارل فيرو شارل فيرو اللي جاو جيجي اللي لا ديسكريبسيون تاع الجيل تاع الديار تاع لا بوفرتي اللي تقرا تشوف كيفاش كانت الامور تكذب ولكن كاين واحد هنايا المهندس معماري خدم خدمه على الوثائق تاع الجيل ميليتار كيش كانوا الديار كيش كانوا الطريقات كيش كانوا المساجد باسكو هما خدموا لي خدموا تاع كلش اللي تجي تشوف انت هذوك وخدم لنا واحد النهار هنايا لي بروجيكسيون في السونتر الإسلامي تاع جيجل أو في وقت هذاك ديجا في فرنسا كانوا ديار بالبرومي إيطاج باسكو البرومي إيطاج عبطروه من بعد الزلزال ولا اللي خافوا مي ديجا في فرنسا كانوا ديار بالدروج وسط البرومي إيطاج واللي تشوف لا ديسكريبسيون تاع الديار هذوك تسمع كاك ماشي اللي يكتب شارل فيرو يعني هذه شوف شارل فيرو شارل فيرو مش مؤرخ مش شارل فيرو هو انتربريت مترجم الحلة العسكرية اسمه عنده ديجا حتى في الاسمو ما استثنيش بريمي لا عسكرية مش تاع انتربريت ومش هذه هي كنت شوف هي كثير من النقائص وربما ما نقولوش ربما غموض وربما فجوات اللي مازال تستحق كثير من
يعني نحيو عليها وريتو خلاص ما ريتو دعى على فوتوكوبي على شرف فيرو في في الماتريديسيون هذيك يقول لك حوست على الكتاب تاع شرف فيرو ما لقيتوش يعني ما كانش حتى ذكروا وبعد باش سيجات كونجي خلاص جات معلومات كاين شي حاجه شويه ماشي ما ماشي لا 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 شو شو كانوا كي تجي تشوف الكتاب الغلبيات كان جورناليست ولا مش الهيستوريان ولا هذا هو كانت حاجه يعني ما شاء الله ماشي يعني الانسان ينتقد هذا ينتقد هذه انها هكذا ولكن يخدمها قدم الخدمه ما شاء الله ما عندنا ما نقولوا فيها هو مليحه الخدمه مليحه الخدمه يعني ما شاء الله ما مساعدته كان عليه ما شاء الله ولكن تخدم الترجمه تاع شارل فيرو كارثه شفتها شفتها اللغه العربيه ماشي ترجمه انا نهار شفتها ديك الدبس بلي هذا يروح ويعدي دار النشر ويتصور هو هذه ما شفت تاع صاحب مسلوى الاستراتيجي صاحب مسلوى فوق الدبس هذا صاحب مسلوى ايضا يعني يعتمد على وقت المنصوص ومن بعد كي تكرر صاحب مسلوى تكاليبات اللي قدمهم غلطين بالعكس ضعيفه بزاف لا لا بعد كي تكرهها تعرفوا مش تحل الاستوريا تعرفوا هو كتب حاجه حاجه ما شاء الله ماشي راني نتاكد فيها طيح فيها ما شاء الله ولكن كي نجي نقراو هي اللي يديروا لكم تسمعوا في المعلومات اللي كتبوا التواريخ وكذا تتناقض مع الشيء اللي موجود في الوصف التاريخي حنا عاده نشوف شوف كاينه باحثه ربما كي يسميوها فرانكو بولغا جوليا كريستيفا جوليا كريستيفا هذه دارت واحد الكتاب العنوان ديالو لا تكستواليتي وشنو هو التناص باللغه العربيه التناص وشنو هو تقول لك هذا المؤرخ شنو هو كريستيفا المؤرخ ولا الاديب ولا حتى الشاعر حنا نقولوا عاده البوات هذا الشاعر هو الهم هو يفكر هو ما يفكرش من راسه بس هو يقرا كيما ما احمد الشوقي مثلا احمد الشوقي مثلا هذا الشعراء يسميو عنده واحد المسرحيه اسمها مسرح كليوباترا مسرح كليوباترا كليوباترا تاع جوليو سيزار باش كتب هذا القصيده الشعريه بعث الواحد كاتب توفيق الحاكم في فرنسا قال له دبر لي كل المصادر وكل الكتب اللي تكلم عليها جوليو سيزار جاب له 10 كتب اذا حط كان 10 كتب هادو باش بدا القصه اذا جوليو كريستيفا واش تقول تقول انه هذا الجغرافي ولا المؤرخ ولا الاديب ولا لازم هو يقرا باش يكتب ما يقراش ما يكتبش هذا كي بالنسبه للجغرافيين اوكي نجيو نشوفوا ما نقولوش حنا انا ما كنتش نقرب مثلا الوزان ولا يعني الطب ولكن رغم ذلك نشوفوا بعض الملاحظات هكذا انتقادات بسيطة نشوفوا انه ربما هي خطا غير مقصود ما قصدهاش ومن بعد نعرف انه ما جاش الجيش من ياتي الى مدينة الجيش وبالتالي نقل عن ربما تجار عن عساكر عن كذا كيما هيرودوت هيرودوت كتب على الشمال ديالنا كذا ومن بعد في نهاية المطاف المعلومات ديالها واش هي غامضة مثلا ما جاش الشمال ديالنا نقلبك المعلومات هذه هي الاشكالية اللي موجودة الرحاله عارضه كاين الرحاله كيما يقولوا اي مشكله هنا يذكروا قلت كيذكروا هذه المدن كيجي من جوج ما يذكروهاش انا المشكل لان واش كيما ذكر جوج باش معناتها كنا ما جوج ليها هذه هي بكل اختصار كان جا ليها كون ذكرها هذه هي زيد تفضل هو الباب تفضل ولا جا لهم سؤال اخر اتفضل المهم كنا جيونا جرب الكيرس خير ديما بوكس هاي بداو يعني نص نص نتاع الاسبوع ما تلقاش فيه معلومات كثيره رغم انه جا جيجي واستقر بها ديما بوكس ربما استقر بها وعاود راح تزيد وعاود رجع لجيجي ولكن يكون لك وضع حاميه عسكريه فيها خلال المذكره نتاعو نجيو نشوفوا مثلا بزاف اللي كتبوا عليها مثلا كوني شوفاني عنده واحد الكتاب كيتكلم على 4 سنين من الهجوم في الجزائر كاين قلت لك مثلا الزهره النائره تاع جدير يتكلم في القرن 16 على المنطقه يعني عابره يعطينا معلومات عابره مش حاجه اللي سمحوا لي هو سمح روحنا المهم شكرا على حسن الاستماع يعطيك على خير السلام صحتك كنا كيما العادات والتقاليد والاسواق يقول لك وكالة بها السوق خاص ما يعطيكش المواصفات هو المشكل هنا حتى المعلومات اللي ذكروها هؤلاء تكون مقتضبة يعني مقتضبة وشحيحة في
حنا عاده نشوف باش نتعلموا على النصوص الجغرافيه والتاريخيه عاده لا جيبوا نص نتاع المكان المثل وفيها اطار الاول كما قلت نحكي وفيها اطار منهم الاولى جبل تحسسوا الاولى جيج شكون كان فيها تبدا جاو ليها البيزنطيين ومن بعد كانوا فيها الوندان ومن بعد كانوا فيها الرومان ومن بعد كانوا فيها الفينيقيين ومن بعد فيما قبل الثالث اذا هذه المحطات كامل موجوده بصح ما يذكرهاش وما يعرفهاش هذا هو الاشكال اللي موجود انه الجغرافي هذا ما يعطيك اشاره برك وحنا اللي نبحثوا على الاشاره هذيك يعني في الميدان من خلال الاثار من خلال المصادر وهكذا اذا هذا هو يعني ايضا بالنسبه للاندلسيين تكلمت عن الاندلسيين يقال انه ربما انا الشيء اللي حضرته من منطلق الشيء اللي حضرته في 2006 كنا من الاستاذ العرج رحمه الله في هنين هذا كما يقولوا في تلمسان المرسل يعني قريب الحدود المغربيه كنا في هنين ولقينا واحد راعي يسرح في الغنم انسان يسرح في الغنم تكلمنا معاه بدنا نحكي معاه اللهجه اللي يتكلم بها هي نفس اللهجه اللي يتكلم بها يعني السؤال وطرح واش جاب اللهجه من هنين من اقصى الغرب الجزائر الى جيجل يعني نفس الكلمات نفس يعني حتى بالنطق نفسه يعني هنا طرح تساؤل وكاين اللي يقول لك انه ربما جاء من فالنسيا من اسبانيا والعلم اللي تبقى مجرد شبه يعني تاع فيليب اسمه هذاك فيرنو برودال هذاك تاع لا ميديتيراني المون ميديتيراني لا ديبو دو فيليب دو هذاك واش يتكلم يقول انه في سنه 1609 التهجير القصري للموريسكيين خلى ربما جاو هذو المهجرين جاو استقروا في جيجل واستقروا ربما في بجايه في جيجل في كذا في كذا تكون عقلية كما أنا بيجي إنه مثلاً نمشي مستغرب من التمسان اللي قام أطار مثلاً في ناحية الأنثروبولوجية موجود يومية في الحياة في مثلاً في الغناء في الموسيقى في الفنون المعنية فوسي تاع الغازوات صح كاين نكسة سمعت كاين واحد منهم جان فرانسيس سي لابوس كانوا سي بوكي وي لابوس كانوا عايش فين كانوا فرانسيس كونترون بارلمون يعني كاين علاقه شوف هنا يعني كيما يقولوا المنطقه الاقرب الى الغرب يهضروا باللهجه كيما هنا كيما هنا يعني لان في هنا قلت يعني تلاقينا هذا الانسان في هنا تكلمنا معاه نفس اللهجه وكانه يعني تطرح تساؤل حنا واش جا اللهجه هذه من الغرب هنا ما يقال زيد لي عنده سؤال يتفضل ولا ملاحظات ولا اضافات يتفضل حتى الحين تلقى ناس مقبوله يعني تاكد والله هذا كيما نقولوا بصدر ضحك ما كاينش استلامات الى ختم هذه المحاضره عندك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضلت في هذا اليوم ان نخدي الكلمه تاعي في الاخر ان شاء الله دابور في اطار الاحتفال كما هو موضح في اللافتة في شهر التراث دار الثقافة كما باقي المؤسسات الثقافية على المستوى الوطني أطلعت أنها تحتفل بهذه المناسبة بشهر التراث بالمؤرخين بكتاب من أبناء جيجل طبعا نتمنى أننا نواصل في هذه الطريقة وهذا الأسلوب لأنه أبناء جيجل ما فيه مثل شعبي معروف يقول يحك جلدك إلى ظفرك طبعا جواجنا اللي هو موجودين كإطارات موزعين عبر الوطن ماذا بنا كجواجنا أيضا أننا نستفاد منهم استفادوا من خبراتهم، استفادوا من معلوماتهم، استفادوا من الأشياء التي الأبحاث التي يقومون بها. طبعاً نتمنى أنه نواصل كما قلت في هذا النهج هذا، ورايح نواصل مع أبناء جيجل في كل مرة تسنح الفرصة، ونتمنى أيضاً لأبناء جيجل أنهم يلتفتون إلى تاريخ هذه المنطقة وإلى تقاليدها وعاداتها و بالدراسة والتمحيص حتى يخرجوا لنا أشياء اللي هي مكنوزة
مهموزة ومازال ما هيش ظاهرة ومازال ما هيش باينة للعامة. طبعا تاريخنا كبير سواء قديما أو حديثا، وأذكر سواء بالنسبة للتاريخ القديم اللي هو كما كنت تشير له أو حتى التاريخ الحديث اللي هو جيجي المعروفة أنها منطقة تورية. طبعا مازال الغبار يشوب على التاريخ الجيجلي بصفة عامة. نتمنى من أبناء جيجل المختصين وفي كل المجالات أنهم يهتموا بهذا الجانب هذا. شكرا للدكتور حبيب سرحان، شكرا لك دكتور على تلبية الدعوة، شكرا لكل الذين تابعونا سواء عبر المنصات التي يصل هذا البث الحي من الفيسبوك وأيضا اليوتيوب، وشكرا أيضا للحضور. بارك الله فيكم، شكرا لكم، والكلمة إلى المرشد. شكرا للأستاذ الدكتور حليم سرحان على تلبية الدعوة والحضور، وفي تكريم من طرف السيد المدير الطرف، تفضل.